اولا الحمد لله يعني هذه النتيجه هذه كنا في امس الحاجه لها صراحه. مشكورين الدراري على المقابله هذه رغم زعما كان عندنا مباراه نهائيه الموسم الاسبوع المقبل. يمكن الدراري ركزوا على هذه المباراه كانت كتهمنا بواحد الشكل كبير. الحمد لله عملنا مع فريق اللي هو صراحه كان جيد، خلق لنا فرص، خلق لنا مشاعب الحمد لله. يعني الاهم هو كان فوز حقنا اليوم باش نقدروا ما امكن نوصل الفريق مع الفريق الثاني. الحمد لله تاتشنا هادشي اللي بغينا. دابا ان شاء الله نطول صفحه البطوله ان شاء الله ونخدموا ان شاء الله على المباراه النهائيه ان شاء الله. شنو تبغي تقول للجماهير اليوم اللي ديما كتلبي الطلب وكتجي وكتقدم العلاه؟ نقول لهم مشكورين بزاف على هاد المجهودات اللي كيديروا وعلى هاد المسانده ديالهم لا مشروطه زعما. كنشكرهم مره اخرى وحنا بدورنا راه كنديروا فيما امكن بجهدنا ان شاء الله باش نفرحوهم ونفرحوا جميعا ان شاء الله. السؤال اللي عندي الاخير هو واش تبغيو تواجهوا النادي البركاني في السوبر؟ هو بصراحه شن يعني الحمد لله كنبغيو نهنئوا الفريق المغربي اولا على الفوز ديالو بالكاف. كيشرفوا الكره المغربيه. لما لا ان شاء الله ما عمرها كانت، يمكن ما عمرها كانت، يمكن اول سوبر ان شاء الله يتلعب مغربي خالص. نتمنى ان شاء الله نفوزوا باللقب وديك الساعه نفكروا في مباراه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.